الحقيقة قيمة هذا الإعلان في أنه يعكس فلسفة قائد وثقافة شعب. يعني صيغ الإعلان صياغة دقيقة لتعكس فلسفة جلالة الملك وثقافة شعب البحرين منذ مئات بل آلاف السنين. شعب متسامح لا يجد أحد إلى أي دين أو طائفة أو مذهب ينتمي، لا يجد أي غرابة حينما تحط رجلاه في مملكة البحرين، يشعر وكأنه يعيش في وطنه. قيمة هذا الإعلان في أنه يكمل، في الحقيقة إحنا عندنا وثيقة سياسية وهي الميثاق، ميثاق العمل الوطني الذي يعكس نموذج وطريقة العمل السياسي في مملكة البحرين، وعندنا وثيقة قانونية تعكس التشريع في مملكة البحرين وهو الدستور، وجاء إعلان مملكة البحرين ليكون الوثيقة الإنسانية التي من خلالها تطل مملكة البحرين بفكر قائدها وبثقافة شعبها على الشعوب الأخرى أننا شعب متسامح. ولكن هناك فكرة في غاية الأهمية ينبغي الانتباه لها في القيمة المعنوية لهذا الإعلان وفي خلال هذه الفترة. في يعني بداية هذا الإعلان، الإعلان يتكون من مقدمة وثلاثة مبادئ وخاتمة. في المقدمة جلالة الملك يقول إن الجهل ببواطن الأمور هو العدو الأول للسلام، ويشير هذا الإعلان إلى الطاقة الإيجابية في الديانات. الدين هو طاقة إيجابية تساهم في تطوير البشرية، بل ترسم ملامح تطوير إيجابي إنساني مرتبط بالسماء في مسار البشر. ما حدث سيما في منطقتنا العربية، في منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، أن باسم الدين جرى ذبح الناس، تقتيل الناس، تدمير حياة الناس، ونمى التطرف والإرهاب تحت لافتة دينية. هذا الإعلان يقول بصراحة أن أي عمل يعتبره الناس مكروها ممجوجا لا يمثل المشيئة الإلهية بشكل دقيق. يعني لا يمكن للمشيئة الإلهية أن تتناقض مع فطرة الناس. المشيئة الإلهية في الحقيقة تنسجم، أو هكذا أن فطرة الناس تنسجم مع المشيئة الإلهية. لذلك جاء هذا الإعلان لكي يؤكد على أن الفكرة القرآنية لا إكراه في الدين، لا يمكن أن يكون هنالك دين بالإكراه. هنالك نقص كان موجود، وهو كون مملكة البحرين هي التي تعكس هذا النموذج من التسامح والسلام والتعايش. جاء هذا الإعلان وخطه جلالة الملك لكي يقول نحن نمتلك هذا النموذج، وبالفعل نحن لم نجد في بلدنا في تاريخه الماضي والمعاصر ما يشير إلى اقتتال أو ما يشير إلى صراع مبني على أساس ديني، على أساس مثلا هؤلاء ينتمون لهذا الدين أو لتلك الطائفة. لا، ليس على هذا الأساس. يحدث في أي بلاد من البلدان يحدث صراعات، ولكن ليس بالسبب الديني.